كل سنة وانتم طيبين. عيد ظهور العذراء كان امبارح 2 أبريل 68، أيام البابا كرولوس حقيقي. وكانت تاني سنة بعد 67 بعد النكسة، زي ما يكون العذراء بتطمن مصر والمصريين بالأمن والأمان. هحكي حكاية صغننة قوي، إن المعجزة اللي صنعتها العذراء مع المصور وجيه رزق مصور بالأهرام الذي التقط أشهر صور لظهور أم النور سنة 68، نشرتها الأهرام وكل الصحف، والتقط عدد آخر من الصور لظهور الروحية. باختصار، المصور ده مصور في الأهرام كان عنده شلل في دراعه، وكان بيمسك الكاميرا بقدر الإمكان وهو مشلول. حاول كذا مرة أنه هو يلتقط في الوقت المناسب، ولكن خابت منه كذا مرة. ولكن اشتهر جدا أنه هو لقط أحلى ظهورات للعذراء من المنظر بتاعها والحمام اللي كان بيطير. رجع البيت وبيحاول يطبع الصور، ايديه اتحركت وحصلت المعجزة. دي مش أول معجزة ولا آخر معجزة، بس دي واحدة من مئات المعجزات اللي حصلت بإيد العذراء مريم. احنا البرنامج خلص، لكن في فيلم هنسيبكم فيه معاه قد ايه كانت حدث عالمي، العالم كله غطى الحدث، على الرغم ان في ناس كتير مش مؤمنة بيه، بيقولوا كان في ساتلايت وكان في مش عارف ايه وامريكا عملت وحاجات كده يعني. ولكن الحقيقة ان فعلا حدث خارق للطبيعة، أخذنا بيه بركة كبيرة جدا 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 بظهور أمنا العذراء مريم.